اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعه الجديده على شاشه النيل للاخبار ونافذه جديده من النيل مباشر نطل بها على حضراتكم بعدد من الموضوعات وابرز موضوعات اليوم. الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازه رئيس الوزراء الاسبق دكتور شريف اسماعيل الذي وافته المنيه بالامس. ورئيس الوزراء يبحث مع نظيره الروماني تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. بكين تنتقد إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه كان مخصصا لأغراض التجسس. اهلا بكم من جديد. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيع جنازه رئيس الوزراء السابق دكتور شريف اسماعيل الذي وفاته المنيه بالامس. وشيعت الجنازه العسكريه من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاه الظهر. وكان الرئيس السيسي قد اكد ان الدكتور شريف اسماعيل كان رجلا عظيما بحق تحمل المسؤوليه في اصعب الظروف واحلك الاوقات وكان على قدر المسؤوليه الصعبه. كما شدد الرئيس ان الراحل العظيم كان مثالا في الاخلاص والامانه. وكان معطاء ودوما مترفعا عن كل المكاسب لا يبغي أي شيء إلا مصلحة الوطن. أهلا بكم من جديد. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني أنهما بحثا سويا تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. من جانبها أكد رئيس الوزراء الروماني أن بلده ستبذل قصارى جهدها لتوفير كافة المتطلبات المصرية وبخاصة نقص الحبوب. تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، كان هذا محور مباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الروماني نيكولاي تشيوكا في القاهرة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعرب مدبولي عن تطلعه للعمل الجماعي والتعاون والاستغلال الأمثل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين. نتطلع إلى المؤتمر واللجنة المشتركة التالية بشأن الموضوعات العلمية والفنية المخطط عقدها في بوخارست في هذا العام، وكذلك نحن نقوم بإعداد كافة الإجراءات اللازمة لعقد منتدى رجال الأعمال بين بلدينا، ونتطلع كذلك العمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات التعاونية بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقعة عليها البلدين. وأكد مدبولي على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى طلب مصر زيادة استيراد الحبوب من رومانيا. ركزنا على بعض المواضيع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك التبادل التجاري بين بلدينا الذي وصل إلى أكثر من 1 مليار دولار في العام الماضي، ونحن على قناعة أن هذا المجال هو أحد الأسس لتعزيز العلاقات التجارية. وتناولنا كذلك بعض المجالات الأخرى التي من خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الروماني أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير كافة المتطلبات المصرية خاصة الحبوب. سوف نسعى إلى مزيد من التعاون لضمان تلبية كافة المتطلبات لكلا البلدين وتحقيقا لتلبية كافة المتطلبات والكميات التي تطلبها مصر. هذا ومن المقرر عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسؤولين المعنيين لبحث الفرص الاستثمارية ومناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية. هشام حامد، النيل.
ينضم الينا هاتفيا الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. استاذ كمال برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ كمال. الحقيقه زياره مهمه جدا لرئيس وزراء روماني، وهي يمكن اول زياره منذ عقدين من الزمان. كيف تابعت هذه الزياره استاذ كمال؟ الحقيقه بالفعل هي زياره مهمه، ويعني كما اطلق عليها رئيس الوزراء انها زياره تاريخيه لرئيس وزراء رومانيا لمصر. هناك علاقات قويه بين البلدين تعكس تمام العلاقات الثنائيه. ايضا في علاقات تاريخيه تمتد نحو 117 عام. ايضا في احتياج لكلا الدولتين للاخرى، لان من الممكن ان تكون كلا الدولتين هي مفتاح لدخول الدوله الاخرى للاسواق القاريه، بمعنى ان رومانيا ممكن تكون سوق يعني مفتاح لدخول مصر للاسواق الاوروبيه، وفي نفس الوقت مصر باب لدخول رومانيا للاسواق الافريقيه. عشان كده في حرص من الدولتين على ان تكون هناك شراكه استراتيجيه. بالتاكيد طبعا القطاع الخاص له دور مهم في هذه الشراكه الاستراتيجيه. عشان كده النهارده بيعقد منتدى اقتصادي لرجال الاعمال والشركات المصريه والرومانيه لبحث فرص الشراكه والاستثمارات المشتركه. عندنا حجم تبادل تجاري بين الدولتين يصل ل 1.1 مليار دولار. لكن طبعا يعني فيه رغبه مشتركه بزياده حجم التبادل التجاري، بما يعكس العلاقات السياسيه المتميزه بين قيادتي الدولتين. ايضا فيه الحقيقه مزايا يعني تتمتع بها مصر من الممكن ان تستفيد بها في الشراكه مع رومانيا، خاصه في مجال التصنيع الزراعي، مجال انتاج الاسمده، في مجال البتروكيماويات وغيرها من المنتجات اللي ممكن مصر تتوسع في تصديرها للسوق الاوروبي. ايضا فيه واردات بتاتي من رومانيا في مجال الحبوب والقمح، ورومانيا من الدول الرئيسيه المنتجه للحبوب في اوروبا وعلى مستوى العالم. مصر بتحرص على تامين احتياجات المصريين من الغذاء والتوسع في واردات القمح، عشان كده رومانيا مصدر مهم للواردات المصريه من القمح. فبالتاكيد طبعا يعني في مصالح كبيره وشركه، واكيد الشراكه بين الدولتين وبين الشركات في الدولتين هتكون لها مزايا تاتي بالخير والنفع للبلدين. نعم. طيب استاذ كمال، يمكن في فرص كبيره جدا للاستثمار بين البلدين بشكل كبير خلال الفتره القادمه. بوجهه نظر حضرتك، كيف نستطيع ان نخلق سوق مشتركه ما بين مصر ورومانيا؟ مصر تستورد الحبوب من رومانيا، وتستطيع مصر ان تصدر الى رومانيا الفواكه والخضروات وعدد من المنتجات الزراعيه، وتكون رومانيا هي المحطه الخاصه بشرق اوروبا. بالتاكيد هذا المحور هو المحور الرئيسي على أجندة اجتماعات منتدى الأعمال المصري الروماني اللي هيعقد بعد قليل. بالتأكيد طبعا في حرص من الدولتين ومن القطاع الخاص في الدولتين على أن تكون هناك شراكة. مصر بتتجه لتوطين الصناعة في وخاصة في مجالات زي التصنيع الزراعي، زي الهيدروجين الأخضر، الطاقة الجديدة المتجددة. فمصر بالتأكيد لديها فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، وهناك اهتمام من الشركات الرومانيه ان تستثمر في مصر في هذا المجال، ومن الممكن ان تكون هذه المنتجات المشتركه بين الشركات المصريه والرومانيه تجد طريقها للسوق الافريقي من خلال مصر، وتجد ايضا طريقها للسوق الاوروبي من خلال رومانيا. عشان كده يعني بننظر باهتمام كبير لزياره رئيس الوزراء الروماني ومباحثاته مع رئيس الوزراء والاتفاقيات اللي تم توقيعها، واللي تم الحديث عن اهميه هذه الزياره في المؤتمر الصحفي بين رئيسي وزراء البلدين امس. وايضا ننظر باهتمام للمنتدى الاقتصادي اللي هيضم الشركات ورجال الاعمال والمستثمرين من الدولتين. نعم. طيب استاذ كمال، اخيرا، هل تم الاتفاق على تبادل لجنات وزاريه ما بين مصر ورومانيا خلال الفتره القادمه؟ نعم، في حرص من الدولتين على ان تعقد اللجنه العليا المصريه الرومانيه قريبا. في كمان منتدى الاعمال المشترك اللي هيعقد النهارده، وهيكون ينتج عنه طبعا اليات للتعاون المشترك بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين. فيعني بالتاكيد طبعا هذه الاليات مهمه لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. نعم، اكيد بالطبع نتطلع على علاقات متميزه جدا مع الجانب الروماني خلال الفتره القادمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك. تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. دكتورة يمنى برحب بحضرتك.
اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره يمنى. يمكن اعتقد الجانب الروماني هو جانب مهم جدا لمصر باعتباره احد مصدرين الحبوب للعالم، وبالتالي مصر ايضا تستطيع ان تحدث تبادل تجاري مهم مع رومانيا، ان تكون محطه لاوروبا الشرقيه في تصدير المنتجات المصريه اليها، وبالتالي استيراد من رومانيا القمح، فبالتالي نحدث مصلحه متبادله مشتركه ما بين الطرفين. صحيح. الحقيقة هو طبعا لما بنراجع الأرقام اللي طلعت بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الروماني لمصر، وبنجد أن حجم التجاري التبادل التجاري بين الدولتين مصر ورومانيا لا يتعدى 1.1 مليار دولار، فده رقم ضئيل جدا مقارنة بالفرص المهمة جدا لزيادة العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر ورومانيا، لأنه الحقيقة الأمر لا يقتصر فقط على مجال الغذاء، من حيث أنه مصر تسعى حاليا إلى تنميع مصادر الاستيراد القمح يعني لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا لمحاولة خفض الأسعار اللي بنقدر نحصل عليها. احنا مصر الدولة مصلحتها ان هي تنوع المصادر وتحاول توصل لاقل سعر ممكن، بالاضافه الى اللجوء الى الانتاج المحلي، عشان نقدر نخفف العبء بتاع هذه الفاتوره بالنسبه لنا تقيله جدا. ده من بعد، لكن البعد الاكثر اهميه هو ان في اطار اتفاقيه الشراكه في فرص هائله لتعميق التصنيع بين مصر رومانيا، ودول أوروبا الشرقية هي أقل تصنيعا إلى حد ما من مثلا ألمانيا فرص مهمة جدا لعمل صناعات تكاملية بين مصر وبين رومانيا، واستغلال الفرص الكبيرة الموجودة في الاقتصاد المصري، واستثمار البنية الأساسية اللي تمت في الفترة الماضية لتعميق الصناعة. ولكن يظل دائما المشكلة الكبيرة في طرح أسئلة مرتبطة أي مجالات، وكيف يتم وضع دراسات جدوى اقتصادية، وكيف يتم تذليل الصعاب. نحن نرى تحريك للمياه الراقدة بشكل كبير جدا في هذا المجال. رئيس مجلس الوزراء بيبذل جهد كبير فيما يتعلق بأن هناك اليوم مقترح أن يكون هناك لقاءات بين جانبي رجال الأعمال في البلدين لتحديد ما هي النسبية التكاملية اللي بتتم، وازاي ندخل في سلاسل احنا عرفنا ان الحرب الروسية الاوكرانية وكوفيد ادتنا درس مهم جدا، وهو ان التقارب الاقليمي في سلاسل الامداد بيلعب دور مهم جدا مع مشاكل ارتفاع تكلفة النقل ومع المشاكل اللي كانت موجودة في الانتقالات. يبقى هنا بدأت ألجأ أكتر إلى القرب الإقليمي، وهنا مهم جدا ليا أن أنا أدعم العلاقات التكاملية في مجال الصناعة، خاصة أنه للأسف مصر لم تستغل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل. يعني احنا للأسف الشديد بنستورد أضعاف ما بنصدر للقارة الأوروبية بتحتاجها القارة الأوروبية. وهنا رومانيا بتكون مثل جيد جدا، وتم بحث عديد من السلع زي الأسمدة وغيرها في لقاء رئيس الوزراء مع دكتور يمنى. يعني أرجوكي ممكن بس تتحركي قليلا، الشبكة يعني فيها خلل شوية، مش عارفين نسمع حضرتك كويس. هل كده الصوت واضح؟ اتفضلي دكتور. فضل. هو آخر حاجة قلتها هي أهمية توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة بين دول أوروبا ومصر، لأن مصر عندها اتفاقية شراكة مع الجانب الأوروبي لم نستثمرها في تعميق الصناعة بالقدر الكافي، واللي بيدل على كده أن ميزان التجارة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي ما زال ضدنا بشكل كبير. احنا بنستورد من الاتحاد الأوروبي. دكتورة يمنى، طيب فقدنا الاتصال بدكتورة يمنى الحماقي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.
إلى آخر ملفاتنا في حلقة اليوم، حيث انتقدت بكين إسقاط منطاد صيني يشتبه بأنه مخصص لأغراض التجسس وقد تم رصده فوق أمريكا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير. كان الجيش الأمريكي قد أعلن إسقاط المنطاد بطائرة مقاتلة فوق المحيط الأطلسي. في خطوة ستزيد حتما من تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، أسقطت مقاتلة أمريكية المنطاد الصيني قبالة الساحل الشرقي بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة بغرض التجسس بحسب تقدير وزارة الدفاع. الخارجية الصينية أبدت استياءها واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها المدني غير المأهول، متهمة الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير، مشددة على أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية. تنديد بكين جاء بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسقاط المنطاد بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وذلك على بعد نحو 6 أميال بحرية قبالة الساحل الأمريكي المطل على المحيط الأطلسي فوق مياه ضحلة نسبيا، فيما قد يساعد جهود استعادة أجزاء من المنطاد خلال الأيام المقبلة. عندما أبلغت بأمر المنطاد أمرت البنتاغون بإسقاطه في أسرع وقت ممكن، خلص البنتاغون إلى أنه سيحدث ضررا على الأرض لدى إسقاطه، وقرر أن أفضل توقيت لفعل ذلك عندما يكون فوق الماء، ولقد أسقطناه بنجاح وأحيي طيارين الذين فعلوها. وجاء إسقاط المنطاد بعد فترة وجيزة من أمر الحكومة الأمريكية بوقف الرحلات الجوية من وإلى 3 مطارات في ساوث كارولينا، هي ويلمنغتون وميرتل بيتش وتشارلستون، يوم بسبب جهود تتعلق بالأمن القومي لم تكشف عنها وجرى استئناف الرحلات لاحقا. وكانت واشنطن قد وصفت تحليق المنطاد بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية، وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بعد إسقاط المنطاد إن الحكومة الأمريكية تحدثت مباشرة مع الصين بشأن هذا الإجراء، وقال المسؤول إن وزارة الخارجية أبلغت الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده قرار الولايات المتحدة إسقاط منطاد المراقبة الصيني الذي كان يحلق على ارتفاعات عالية وينتهك المجال الجوي الأمريكي والكندي والقانون الدولي. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عامر تمام الخبير في الشؤون الآسيوية. أستاذ عامر برحب بحضرتك. أهلا وسهلا معك. مبدئيا كده أستاذ عامر، يمكن المنطاد قالت الصين عنه أن هو ضل طريقه ينتمي إلى الأرصاد الجوية، وتم بالفعل إقالة رئيسة الأرصاد الجوية الصين اليوم بسبب يمكن سوء التقدير الخاص بها، واتهمته الصين بسوء التقدير الخاص به تجاه هذا المنطاد. بوجهة نظرك هل هذا المنطاد بالفعل يعتقد أنه من أعمال التجسس من قبل الصين على الولايات المتحدة الأمريكية، أم هو مجرد منطاد عادي ضل طريقه في اتجاهه لرحلة استكشاف حول الأرصاد الجوية؟ بداية تحياتي لحضرتك. أعتقد بالمنطق أن الصين لديها قرابة 200 قمر صناعي للتجسس، هذا الرقم غير قليل. تستطيع الصين من خلال هذا الرقم، من خلال التعاون مع دول صديقة بالنسبة لها مثل روسيا، أن تحصل على المعلومات التي تريد أن تحصل عليها من الولايات المتحدة أو من دول أخرى، ولكن الاعتماد على وسيلة بدائية كالمنطاد أمر غير طبيعي وأمر غير منطقي، خاصة أن هذا الكشف عن هذا الموضوع يأتي قبيل زيارة كانت هامة بالنسبة للصين، وكانت الصين ترغب في إتمامها. لذلك أعتقد أن مسألة المنطاد هي بالفعل خاصة بالأرصاد الجوية، وأن ما حدث هو تضخيم من الولايات المتحدة لهذا الموضوع. الولايات المتحدة لديها آلة إعلامية كبيرة وقدرة على التعامل مع أي قضية بالشكل الذي تريد أن تبدو عليها هذه القضية، فهي أرادت لقضية المنطاد أن تكون قضية كبرى وأن تكون
قضية رأي عام عالمي، وأن يتم اتهام الصين بأنها تخترق أجواء الدول وأنها تنتهك القوانين الدولية فيما يشوه سمعة الصين، وتستغل أيضا أن الصين ليس لديها إعلام قوي للرد عليها في هذه الأمور. لذلك أعتقد أن الموضوع هو مجرد قضية ضخمتها الولايات المتحدة. نعم. طيب دكتور، أيضا يعني هل من الممكن أن يكون هذا السبب ذريعة لتوتر العلاقات من جديد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين خلال الفترة القادمة؟ هي أصلا علاقات متوترة بالطبع في هذه الفترة بسبب القضية الخاصة بعدد من الملفات، ومنها بالطبع أبرز ملفات ملف تايوان وملف هونغ كونغ. يمكن الملفات متوترة كثيرا ما بين البلدين، وهذا المنطاد ربما يكون أيضا سبب جديد لتوتر العلاقات. هل تعتقد أنه سيكون مزيدا من التوتر خلال الفترة القادمة ما بين البلدين؟ أعتقد أن أزمة المنطاد هي نتيجة لتوتر العلاقات وليس سبب لتوتر العلاقات. مثل هذه الأمور في حال ما كانت العلاقات جيدة، حتى وإن كان هذا المنطاد للتجسس يمكن أن تحل في الغرف المغلقة. مثل هذه الحوادث يتم حلها بخطوط الاتصال المباشر بين وزارتي الدفاع بين البلدين. كانت هناك حوادث يعني أكثر تأثيراً حدثت في الآونة الأخيرة، كان هناك حادث اصطدام خطير لغواصة نووية أمريكية في بحر الصين الجنوبي، وتداولت أخبار بشأن أن هذه الحادثة كانت نتيجة اصطدام بقطعة بحرية صينية، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم تضخيم هذا الموضوع. كان هناك أمور أخرى كثيرة. أعتقد أن هذه الأزمة هي نتيجة لسوء وتوتر العلاقات. الولايات المتحدة كانت تريد من هذه القمة التي كانت مقررة للوزير بلينكين، كانت تريد من الصين تقديم بعض التنازلات، خاصة وأن الزيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، وستستفيد الصين بالطبع من هذه الزيارة. لكن الصين رفضت تقديم تنازلات، ورفضت أو ما تعتبره الصين من وجهة نظرها تنازلات، ورفضت المرونة في الكثير من الملفات. ملف التعريفات الجمركية لا يزال قائم ولا يزال يراوح مكانه. ملف أيضا بحر الصين الجنوبي لا يزال يراوح مكانه. رفض الصين للوضع الأمريكي الحالي، في التواجد الأمريكي وزيادة التواجد الأمريكي في محيطها في بحر الصين الجنوبي وفي مضيق تايوان وفي بحر الصين الشرقي، والتعاون مع اليابان وتكثيف التعاون مع اليابان أيضا لا يزال قائم. رفض الصين لدعم الولايات المتحدة لتايوان لا يزال قائم. كل الملفات الشائكة لا تزال قائمة. الأمر الأخطر والذي أيضا ينبئ بتصعيد أخطر هو سعي الولايات المتحدة لوقف تزويد الصين بالرقائق الإلكترونية. هذا الموضوع سيدخل حيز التنفيذ أعتقد في الربيع المقبل، خاصة بعد موافقة اليابان وهولندا على وهما الدولتين المزودتان الرئيسيتان للصين بآلات صنع الرقائق الإلكترونية. أعتقد أن إذا دخل حيز التنفيذ هذا الموضوع وأوقفت اليابان وهولندا تزويد الصين بهذه الآلات، أعتقد أن الموضوع سيزداد تصعيدا وسيزداد سوءا. هناك تعاون بدأ استراتيجي كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، بدأ يزداد ويتوسع مع روسيا. أعتقد أن الأمور إن لم تدرك الولايات المتحدة ويكون هناك يعني نوع من المرونة ونوع من عدم التصعيد، وأيضا الجانب الصيني إن لم يدرك خطورة خروج الصراع عن السيطرة، أعتقد سنشهد المزيد والمزيد من التصعيد خلال الأيام والشهور المقبلة. نعم. طيب برضو أستاذ عامر، يمكن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استثمار هذه الأزمة وضم العديد من شركائها للأزمة. كندا تابعناها منذ قليل أنها انضمت وأنها تؤيد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط هذا المنطاد. يعني نرى أن هناك تحالفات جديدة أو استفاف لعدد من الدول خلف الولايات المتحدة الأمريكية في جبهة مضادة للصين أيضا من جديد. نعم، أعتقد أن كندا وأستراليا وبريطانيا هم يعني حلفاء يعني دائمين للولايات المتحدة، خاصة في الملفات التي تواجه الصين. ربما يكون هناك رأي مخالف أو من
ممن يمكن ان نوصفهم بانهم يمسكون العصا من المنتصف مثل الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي حتى الان صامت، خاصة دول مثل ألمانيا أو فرنسا وهي التي لديها مصالح كبيرة مع الصين. الموقف الغربي في واقع الأمر ينقسم في بخصوص التعامل مع الصين. هناك من يرى الصين دولة خطيرة، هناك من يرى الصين أنها تمثل تحديدا مثل روسيا أو ربما أكثر من ذلك مثل بريطانيا، كندا، استراليا، الولايات المتحدة، وهناك من يرى أن الصين هي دولة يمكن التعامل معها كمنافس ويمكن أن نتبادل معها المصالح وأن تكون المنافسة أو تكون التوترات في حدود معقولة وأن يكون العلاقات في إطار المنافسة مثل ألمانيا وفرنسا وعدد لا بأس به من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. الولايات المتحدة تريد أن تضم هذه الدول إلى نفس المعسكر الخاص بها وأن يكون هناك رأي عام غربي موحد مناهض للصين. حتى في داخل حلف الناتو هناك من يرفض اعتبار الصين تهديدا له، تهديدا لحلف الناتو، وهناك من يرى ان الصين تمثل تهديد. حقيقة الامر هناك انقسام داخل المعسكر الغربي. حتى الان تستطيع الصين استقطاب بعض الدول حتى في داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك دول هي حليفة دائما للولايات المتحدة وتدعم المواقف الأمريكية أيا كانت مثل كندا كما ذكرت وأستراليا وبريطانيا. نعم. طيب أستاذ عامر، يمكن أخيرا هل نستطيع أن نقول أن هناك ربما حلول في الأفق تدور ما بين البلدين، ولا سيظل تأزم الأزمة ليست هذه الأزمة فقط لكن تراكمات كبيرة ما بين الطرفين خلال الفترة الماضية ربما تستمر أيضا إذا لم يوجد حلول واقعية ما بين الطرفين؟ أعتقد أن يعني إدارتي الدولتين سواء في الصين أو في الولايات المتحدة يدركان أن هذه الأمور العالقة إن لم يتم إدارتها بشكل جيد سيكون هناك صراع عسكري في غضون سنتين، كما قال الجنرال الأمريكي الذي أعلن أنه من المتوقع أن يكون هناك حرب مع الصين في خلال سنتين. هناك ملفات خطيرة، هناك أمور لا يمكن حلها ولكن يمكن إدارتها. الملف التايواني على وجه التحديد هو ملف، هو بؤرة صراع قابلة للاشتعال في أي لحظة. الولايات المتحدة تصب الزيت على النار كل لحظة. هناك حديث عن احتمال أن يقوم رئيس الأغلبية أو زعيم أو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مكارسي تقريبا كيفن مكارسي على لزيارة إلى تايوان. أعتقد إذا قام بهذه الزيارة في الشهور المقبلة أعتقد أن سيكون هناك مزيد من التوتر ما بين البلدين. التواجد الأمريكي في محيط الصين في بحر الصين الجنوبي وتوسيع التواجد الأمريكي واستخدام والاتفاق مع الفلبين على استخدام مزيد من القواعد العسكرية في لتواجد أمريكي كبير مما يخنق الصين، والسعي الأمريكي لعمل ناتو أسيوي لمحاصرة الصين أيضا هي قضايا مصيرية بالنسبة للصين. فأعتقد أن هناك هدفان أساسيان، هناك هدف أمريكي خاص بألا تكون الصين دولة قوية قطب ثاني أو قطب ضمن أقطاب دولية، وهو ما ترغب الصين فيه أن يكون هناك تغيير للنظام القائم وأن تكون الصين دولة قوية وأن تكون قطب عالمي. والولايات المتحدة تريد أن تحافظ على هيمنتها وأن تكون هي القطب الأوحد. نعم. على الدولتين أن يلجأ إلى إدارة الحوار. إن لم يتم ذلك وإن لم يتم إدارة الحوار سنكون بصدد صراع عسكري مفتوح ربما ينجم عنه حرب عالمية، خاصة في ظل الأوضاع المتأزمة في روسيا وأوكرانيا. نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عامر تمام الخبير في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لحضرتك. كذلك الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. غدا بإذن الله في نفس الموعد نتجدد اللقاء مع حضراتكم في النيل مباشر من القاهرة. إلى اللقاء.